لم تستطع أي جهة في محافظة ديالى حصر أعداد المغيبين والمفقودين منذ عام 2003 ولغاية الآن، فالأعداد غير الرسمية تشير إلى أكثر من 1000 وأغلبها بعد عام 2006. هنا مفوضية حقوق الإنسان رصدت الكثير من الحالات وما حصل لعوائلهم من تبعات تمثلت بالفقر والتشرد وحتى في بعض الأحيان بالنزوح قصرا. المغيبين والمفقودين تعاني من مشاكل اجتماعية واقتصادية جمة أثرت على الحالة المعيشية لعوائلهم. نجد الكثير من الأطفال يعملون في الشوارع بأعمال لا تليق مع أعمارهم، كذلك نجد هناك كثير من عوائل المغيبين والمفقودين يعملون بالورش الصناعية والمحلات والتسول والبطالة تفتك بعوائلهم، كونهم لم يحصلوا على أي حقوق ولم يتم الأولى لم يتم حسم مصير هؤلاء المفقودين. لم تعوض أي عائلة من هذه العوائل، بل تعدى الأمر إلى العوائل البقية ليصطدم أغلب الشباب بشبح البطالة وازدياد حالات الفقر في العراق. ففي محافظة ديالى أكثر من 80,000 خريج عاطل عن العمل، ومن لا يحمل الشهادة أكثر بكثير. كل هذه الأمور تدفع عوائل عدة إلى زج الأطفال بالطرقات لكسب قوت اليوم. هو للأسف هاي 17 سنة أي حكومة تجي، حكومة ورا حكومة تواكب، ماذا قاعد تستثمر هالطاقات الشبابية؟ وهالسبب رئيسي يخلي الشباب وهواي أشخاص كفؤين يسافرون خارج القطار على مود أكو ناس اللي تحتضنهم، لأن أنت تعرف شاب يعني قضى عمره يدرس ويحصل شهادة وبالأخير بعدين يجي بطالة. الطفل محمد النازح من مدينة السعدية يسكن في إحدى المخيمات في ديالى ويخرج يوميا منذ الصباح حاملا المناديل الورقية ليعيل عائلة كاملة بعدما خطف والده قبل أعوام، وما يزال مصيره مجهولا إلى اليوم. ما توصل 4 سنوات وإحنا عايشين بالكرفانات، يعني ما يصير رجعونا لديارنا، ما يصير والله رجعونا، والله بيع كلينس اليوم أطلع 4 5، يعني ما يصير والله. لم يتبقى لهذه العوائل سوى زج الأطفال لتوفير لقمة العيش بعدما فقدوا المعيل وخيمتهم بالحياة. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة.